الجوية. علي معنا؟ ألو علي، يعطيك العافية. هو مشاهدينا في ديلاي بالموضوع، عشان هيك علي يا ريت تزودنا بآخر التطورات الموجودة عندك، كيف حركة السير عندك، وإذا في تساقط أمطار كمان. علي صباح الخير. نعم، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام وزملائنا في استديوهات الأردن اليوم. اليوم نحن الآن متواجدين في أمام الدوار الثالث في العاصمة عمان لرصد الحالة الجوية وآخر التطورات على الحالة الجوية المصاحبة لكتلة هوائية نشطة. أيضا اليوم الحالة الجوية أو سرعة الهواء أقل مما كانت عليه في الأمس. الأمس شهدنا أمطار غزيرة، شهدنا كتلة هوائية قوية، كانت شهدنا انسدادات لبعض مصارف المياه في شوارع العاصمة، وهذا يدل على مدى جاهزية البلديات وأمانة عمان بالخصوص. أيضا أمانة عمان بدورها كلفت 2000 موظف للتعامل مع الحالة الجوية المصاحبة لكتلة هوائية. وأيضا هناك حركة سير طبيعية في شوارع العاصمة عمان، لا وجود لأزمة مرورية تذكر. هذا السبب أيضا اليوم السبت لا وجود أو لا يوجد أي دائرة حكومية أو مؤسسة خاصة. أيضا اليوم الجميع في عطلة رسمية. حالة الطقس اليوم أقل مما كانت عليه في الأمس، أمطار قليلة، زخات مطرية أيضا قليلة. في الأمس شاهدنا زخات مطرية قوية في جميع أنحاء المملكة. علي، يعني بتشوف حتى مع أنه يوم سبت في حركة بالشوارع، يعني هناك حركة لا بأس بها مع هذه الأجواء؟ نعم. خصوصا نعم، هناك حركة سير، لكنها حركة سير طبيعية مع هذه الأجواء، لا وجود لأي أزمة مرورية تذكر في حتى هذه اللحظات. حتى الشوارع التي تعاني من الأزمة المرورية في اليوم الأيام المعتادة، اليوم حركة سير طبيعية، لا وجود لأي حركة سير، لا وجود أيضا لحوادث حتى الصباح الباكر. أمطار بين الحين والآخر، الآن زخات مطرية خفيفة فهنا في العاصمة عمان وأيضا في كافة محافظات المملكة، لا وجود لأي زخات مطرية قوية أو رعدية كما كانت في الأمس. يعطيك العافية علي خلف زميلنا على الدوار الثالث، يعطيك العافية. طبعا مشاهدين راح نزودكم بكافة يعني التفاصيل، وراح ننتقل معكم لكافة المناطق المملكة اللي بتشهد ازدحام في هاي الفترات لأنه نقولكم ونحطكم بهالصورة. وبنشكر كل زملائنا اللي بالميدان اللي بنقولون هاي الصورة، يعني يعطيهم العافية بهالأجواء الماطرة وهالبرد كمان، الله يعطيهم العافية يا رب. وراح نكون مع فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل فقراتنا لهذا اليوم.